شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي انطلاق الدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الأفريقي والتي تستضيفها العاصمة الكينية نيروبي تحت شعار تسريع وتنفيذ منطقة التجارة القارية الأفريقية. وسوف يلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة يستعرض خلالها خطة مصر في ظل ترأسها الحالي للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومة الوكالة الأفريقية للتنمية أنيباد، كما سيلقي كلمة ثانية بصفته الرئيس الحالي لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ أمام جلسة البيئة والتغيرات المناخية لاستعراض الجهود المصرية في مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية على دول القارة الأفريقية. Ahem.